أعزائي المشاهدين، مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا متواجد معانا دائما الأستاذ فهد عبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور أبو فهد، حياك الله وساعة المباركة. الله يحييك ويبجيك. أنا أشوف عندك الملاعب. نعم طبعا، هذه من الصحف الرياضية العريقة اللي صارت في سبعينيات الغرب الماضي، والميزه فيها الصور، بدايه السبعينيات الصور كانت تهتم بالصور، وهذه طبعا جريده اسبوعيه كانت تهتم بشؤون شباب الرياضه. ابو فهد ترأس تحريرها طبعا سليمان سعود المضف رحمه الله، وهذه طبعا عدد تاريخ 13 نوفمبر عام 1971، 103 رياضي من الكويت بالدورة المدرسية، محمد علي كلاي في الكويت قريبا، التجربة الأولى للمنتخب مطمئنة رغم فراغ بعض المراكز. أي سنة؟ 75؟ لا 71. 71 103 رياضي من الكويت بالدورة المدرسية، محمد علي كلاي، يعني شوف حتى الماشيتات حلوة، منظر 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 الصحيفة. هنشوف طبعا التجربة يعني الأولى للمنتخب مطمئنة رغم بعض المراكز. يقول طبعا طال عمرك بفهد في أولى مباريات التجريبية المنتخب الأهلي لكرة القدم التي جرت بالأمس على ملاعب نادي كارما، استطاع الفريق الأحمر المرشح أن يفوز على الفريق الأزرق الاحتياطي بخمسة أهداف لثلاثة، بالرغم من انتهاء الشوط الأول لصالح الفريق الأزرق 3-0. يعني الأحمر هو الفريق الأساسي، خسر الشوط الأول 3-0 من الاحتياط، لكن انتفض يعني الفريق الأحمر في الجيم الثاني يسجل خمسة أهداف. يعني قام بالتحكيم جاسم المحري وعاونه غازي القندي وسلطان مفتاح، وقد اشترك هذول كلهم اعضاء جمعيه عموميه نادي الكويت. نعم. واحد صار رئيس اللي هو جاسم المحري. نعم. استلم رئاسة نادي الكويت. نعم. وغازي القندي اساسا حكم ايضا عضو، وايضا سلطان مفتاح المعلق المعروف. نعم. ايضا يعتبر. نعم. عضو جمعيه عموميه نادي. نعم. الكويت. اشترك طبعا نايف الجابر لاول مره بعد شفائه مع الفريق المرشح الاحمر واحرز 3 اهداف. اي كان من افضل اللاعبين رحمه الله عليه، وراه كان الشيخ نايف جابر الاحمد. أي. كان من افضل اللاعبين وهداف النادي العربي، لكن الاصابه اللعينه ابعدت عنه. نعم سجل 3 اهداف. هات. طبعا اي نعم اللاعبون، طبعا خلينا نقول منو اللاعبين. اي ضروري. فريق الاحمر المرشح حراسه المرمى خليل ابراهيم، هذا سنه 71. خط الظهر صالح عبد الله، ابراهيم دريهم، مرزوق سعيد وفؤاد عاشور. خط الوسط فاروق ابراهيم وجواد عاشور. خط الهجوم، شوف 4 هجوم بفهد. اي 4-2-4. اي احمدي، احمد النجدي وحمد المسعود ونايف الجابر ومحمد سلطان. شو بقى بعد؟ اي الفريق الازرق الاحتياطي حراسه المرمى فيصل طريجي. اي وعندك خط الظهر فيصل طريجي اعتقد حارس مرمى قادسيه. أه. وعندك خط الظهر سالمي قادسيه ويمكن والله. خط الظهر عيسى الجساس وحسين العسعوسي وعبد الله السالم وسعود عبد العزيز. خط الوسط سعد الحوطي وحمد ابو حمد. شوف سعد وحمد ابو حمد فريق الاحتياطي كانوا في عام 71، اللي بدايتهم كانت 71. خط الهجوم كريم نصار وعلي الشمري ومحمد شعيب، شوف حتى احتياط، وجواد مقصيد، وطبعا استبدلوا جواد مقصيد بحسين يوسف. هذه طبعا كان طبعا اذا الاهداف يعني نتكلم عن الاهداف، يعني الهدف الأول طبعا دقيقة الرابعة حول يعني عيسى الجساس طبعا كرة عالية إلى محمد شعيب، حولها برأسة قوية سجلها محمد شعيب حق الفريق الاحتياطي. صحيح. والهدف الثاني طبعا كريم نصار يعني سجل الهدف الثاني. الهدف يعني هو أهداف طبعا المباراة، يعني 3 أهداف نايف الجابر حق الفريق. صحيح. الآخر، لكن يعني يمكن هذا مهم إنه طبعا مجلة جريدة الملاعب في تلك الفترة كانت من الصحف اللي عليها إقبال شديد، وكان فيها ميزة إنها يعني كانت تحط الصور. يعني طبعا القراء في تلك الفترة يهتمون بالصور وقصاصات الصور، والصور أساسا توثيق للحدث. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، فاصل قصير وراجعين لكم. رجعنا
رجعنا لكم أعزائي المشاهدين وتكملة بقية حلقتنا مع صحيفة الملاعب. نعم، هذه طبعا صور من مباراة فهد، صورتين جميلتين. صحيح. ملعب كاب جميل، المباراة ملعب مزروع. اي نعم، وهني طبعا حذر في خبر يقولون منتخب دنماركي يلعب بالكويت، يزور الكويت الأسبوع القادم، قادم من البحرين فريق دنماركي لكرة القدم يمثل 6 فرق دنماركية، وذلك اللعب مبارتين مع الفريق الأهلي الكويتي. صحيح. منتخب الكويت يوم 21 ثاني يوم 23، يعني هذا طبعا خبر آخر. حقيقة في يعني كذلك الصفحة الأخيرة كان فيها طبعا صورة لمنتخب الكويت ومنتخب إيران خبر. يعني خلنا نقرأ خبر. طبعا الخبر طبعا يستعد منتخب الكويت الأهلي لقاء منتخب الإيراني الأهلي، بالمقابل يستعد لهذا اللقاء المنتخب الإيراني. اللقاء الأول سيتم في إيران يوم الجمعة 3 ديسمبر القادم 71 طبعا 1971، أما اللقاء الثاني فسيتم يوم 31 ديسمبر في الكويت، واللقاءان ضمن تصفيات دورة ميونخ الأولمبية عام 1972. وكما نريد نحن في الكويت أن نعرف كل شيء عن الفريق الإيراني، يبحثون في إيران عن كل شيء يخص منتخبنا الأهلي، وأخذت الصحافة الرياضية في إيران آراء بعض لاعبين المنتخب الإيراني، بل أهمهم عن معلوماتهم عن الفريق الكويتي والكرة الكويتية. إيش رأيك نقول أبو فهد؟ إيه بس قبل الله هذا مرة ثانية نعرض الصور، صورة جميلة لمنتخب إيران. ومنتخب قالوا منتخب إيران لاعبين منتخب إيران عن قال قليج خاني لاعب الدفاع رقم كليج خاني عاد أنا ما أقدر زين، لاعب دفاع رقم 5 والذي كان يلعب في العام الماضي لفريق تاج إيراني. قال بصراحة أقول المنتخب الإيراني في الوضع الحالي سوف يلقى مهمة صعبة في لقاء مع المنتخب الكويتي، لأن الكرة الكويتية في تقدم سريع. صحيح. شوف ذاك الوقت وفهد 71. ففي دورة الأندية الأبطال في آسيا اللي قيمت في بانكوك أذهلنا فريق النادي العربي، يقول الذي مثل الكويت في البطولة، فلم نكن نتوقع أن يظهر بهذا المستوى اللي شاهدناه عليه نادي العربي. صحيح. إيه نعم، في دورة وين؟ بانكوك. يعني ما كنا نتوقع أن يكون هذا أداء نادي العربي. قال ناصر حجازي حارس مرمى تاج والمنتخب الأهلي الإيراني، بالنسبة لمباراتنا مع الكويت فهي مهمة جدا وليست سهلة، فبالنسبة لعمر الكرة الكويتية اللي غدر بعشر سنوات. صحيح. شوف كان عمرها بعد أن شاهدنا فريق النادي العربي في بانكوك رد مرة ثانية وكان على مستوى عال جدا، لدرجة أننا تعادلنا معهم بصعوبة. صحيح. نادي العربي في البطولة الآسيوية الأندية التي قيمت في بانكوك كان أبدع في تلك الفترة. نعم. وكانت هناك مشاركة من بعض الأندية الأخرى شاركوا مع النادي العربي في هذه. طبعاً بس أنا آخر معلومة وفهد هذه يقولنا إن إذا رجعنا الذاكرة إن لعبنا منتخب الإيران مع منتخب إيران لعب مع منتخب الكويت العسكري في طهران وسجل الكويت الهدف الأول، فزنا عليهم في ملعبنا وبين جمهورنا بصعوبة 2-1. صحيح. اما مبارياتنا العسكريه الثانيه قيمت في الكويت ففزنا بهدف واحد بكل صعوبه. طبعا هذا تصريح، وطبعا يبين لك ان احترام الخصم في تلك الفتره، ما قالوا احنا والله راحين نفوز، خصوصا ان ايران كانت متزعمه اسيا في تلك الفتره، اعطوا منتخب الكويت لعيبه الكويتي حقهم. نصر التجوري عندك بغازي. والله انا بدأ تكلمنا عن النادي العربي صراحه يعني دائما يعني تمثيله مشرف. تحطي لك على الجرح انت. اي والله يعني شوف يعني يحكموا على منتخب الكويت بالنادي العربي، فيستاهلون ان نعرض صوره لجمهور النادي العربي وصوره لفريق النادي العربي. هذه صوره لفريق النادي العربي موسم 82-83، هني وقتها النادي العربي بطل مجلس التعاون وبطل كاس الامير وبطل الدوري العام، وهني صوره جميله لجمهور العربي كاتبين تحت الجمهور زمان بشكل عام. يعني تشوف الدشاديش اللبس، وهني فريق النادي العربي مجموعة كوكبة من اللاعبين راح نذكرهم: قاسم بارون، عنبر سعيد، سامي الحشاش، محمد كرم، بدر أبو عباس، أحمد عسكر، عبد الرضا عباس رحمة الله عليه، صباح عبد الله، عبد الله بلوشة، علي مندني، ووليد أحمد الصالح، نجم ولد نجل الفنان أحمد الصالح، كان قلب دفاع بالنادي العربي كان مميز، لكن الخراطة في السلك العسكري أبعد عن المجال الرياضي. مع الصورة الجميلة للنادي العربي وجمهور النادي العربي اللي تواق لا زال تواق لأي بطولة دوري، نصل أعزائي المشاهدين لنهاية حلقتنا. تقبلوا تحياتي أخوكم فهد عبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة. مع السلامة.